الحمد لله، طبعا نتيجة كويسة. بداية طبعا البدايات دايما بتكون صعبة قدام فريق قوي زي الفريق الأسباني، فأكيد الحمد لله يعني نتيجة كويسة، والفريق طبعا لعب بروح قتالية عالية جدا. إن شاء الله الماتشات الجاية تكون أحسن فنيا، ونقدر إن احنا نعمل نتائج أكتر إيجابية، وإن شاء الله يكون يعني دي بداية. الماتش الأولاني دايما بيكون مفتاح التأهل، فإن شاء الله تكون بداية كويسة لينا إن احنا نقدر نتأهل من المجموعة إن شاء الله خلال الماتشين اللي جايين. في البدايه، بما ان البدايه النهارده المباراه كانت اكيد مع الفريق الاسباني، فريق قوي جدا مرشح دايما ان هو يبقى يعني بطل الاولمبياد او بطل اي بطوله هو بيخشها، فاكيد تبقى بدايه مهمه ان انت تاخد منه نقطه. ان شاء الله الماتشات اللي جايه زي ما قلت لك يكون 3 نقاط من نصيبنا باذن الله. احنا اتكلمنا في غرفه الملابس بعد المباراه على طول ان احنا نقفل الماتش ده، قدرنا ان احنا ناخد منه كل حاجه احنا نقدر ناخدها المباراه بتاعت اسبانيا. طبعا مباراة صعبة، بنلعب قدام منتخب كبير في أسامي كبيرة، كلهم بيلعبوا في أكتريتهم بيلعبوا في المنتخب الأول. مباراة صعبة طبعا، تعادل يعني الحمد لله على التعادل، اعتبر مش وحش قدام منتخب كبير، فالحمد لله على التعادل. وإن شاء الله الماتش الجاي يعني نطور من أدانا، وإن شاء الله نطلع بالتلاتة بونت بإذن الله. احنا إن شاء الله جايين البطولة دي مش جايين ضيف شرف، أنا ما بحبش نغمة إن احنا جايين هنا يعني ضيف شرف ونمشي، لا احنا جايين هنا ان شاء الله بننافس ان احنا ان شاء الله ناخد ميداليه. طبعا احنا معانا في المنتخب كلهم لعيبه كبار، وكلنا اكتريتنا بنلعب في المنتخب الاول، فان شاء الله باذن الله الماتش الجاي نقدر نعمل حاجه، وان شاء الله البطوله دي يعني نمشي من هنا ان شاء الله بميداليه باذن الله. طبعا المنتخبين كويسين جدا، بس طبعا يعني مع احترامي ليهم مش هيجي زي منتخب اسبانيا، يعني منتخب اسبانيا منتخب قوي جدا. احنا ان شاء الله الماتش الجاي نقدر نتعامل معاهم بشكل كويس، وباذن الله الماتشين الجايين نقدر نطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله. طبعا الحمد لله، طبعا النتيجه كانت شايفها مرضيه، يعني ان احنا ما رحناش كتير على الجون، برضه اسبانيا ما راحتش كتير على الجون، فشايف ان التعادل نتيجه مرضيه، بالذات ان بنلعب فرقه كبيره وبطل اوروبا، فشايف ان التعادل حاجه كويسه بالنسبه لنا، بالذات ان البدايات بتكون صعبه، فان شاء الله نقطه كويسه هنقدر نبني عليها في الماتشات الجايه. كده كابتن شوقي كان مكلمنا ان اسبانيا بتحاول تهاجم كتير قوي من العمق، يروح جايين مجمعين لعب في على الخط وبعدين يلعبوها العمق لتحت، فكنا بنحاول نقفل الحاجات دي، والحمد لله قدرنا نوصل بشكل كبير جدا، يعني التيم كله طموحنا ان شاء الله احنا جايين البطوله، ان احنا مش جايين ان احنا تمثيل مشرف وكده وخلاص، باذن الله نقدر نلعب على الثلاثه بونت، نشوف فرقه الارجنتين فرقه كويسه، ونقدر نلعب من خلال مفاتيح لعبنا.